نواب السيد الوزير المحترم، وما يقوم به آلاف ديال الموظفين المسؤولين بكل نضال بكل قناعة وبكل إيمان 24 ساعة على 24 ساعة، لأن هذه قضية ديال المغاربة كاملين وكل واحد تيساهم من جهته. هناك استراتيجية واضحة، والسؤال اللي تنطرحوا على أنفسنا شنو الجالية اللي بغينا، شنو الدور اللي بغيناها تلعبوا، شنو هو الموقع اللي بغيناه، وهذا هو اللي تيأسس الاستراتيجية كلها في هذا المجال. شكرا.